في علاقة السياسة بالعلم التي ما فتئت توصف بالتأزم، أيعقل أن يكون جلوس المثقف على عرش رئاسة الدولة العربية شرطا أساسيا في تحقيق ثورة العرب القادمة التي اختارها العالم المصري أحمد حسن زويل المتحصل على جائزة نوبل للكيمياء سنة 99 و900 وألف، عنوان المحاضرة الملقاة في رحاب قصر قرطاج على هامش تكريمه من قبل رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي. أنا بعتقد الوضع في العالم العربي دلوقتي بالذات تونس ومصر وأعتقد ليبيا، يعني هو في مسار التحول الديمقراطي، يجب بقى أن احنا دلوقتي نتفهم معنى الديمقراطية، ودي مشكلة خطيرة، عاوز وعي وعايز إعلام وعايز النخبة السياسية نفسها والمثقفة تتكلم عليها، لأن الديمقراطية مش عبارة عن أنك أنت أول ما تدي صوتك وتبقي اخترت فلان يبقى تقعدي تهاجمي وتقعدي تضربي ومش عارف إيه، ما ينفعش الكلام ده. الديمقراطية لها قواعد، ما دام عملنا انتخابات وافقنا على حاجة يبقى لازم نمشي والبلاد تمشي. وما بين تهميش العالم داخل وطنه والاعتراف به في الدول الغربية، أية مقدرة مادية تكتفي بثلاثية الحرية والمعرفة والإيمان التي استوفاها العالم المصري لتحقيق النهضة الفكرية يمكن أن تحقق ثورة علمية عربية بعيدا عن بادرة من هكذا مفكرين في إنشاء مدينة تكنولوجية على غرار زويستي تهيئ للعالم طريق المعرفة والاكتشاف. مؤسسة كبيرة جدا علمية، فيها جامعة، فيها مراكز بحوث متميزة، وفيها كمان حاجة اسمها حدائق التكنولوجيا اللي هي بتطلع على طول على السوق العالمي. المرور إلى دولة متقدمة علميا يأخذ وقت ويأخذ plusieurs étapes، معناها إن شاء الله تكون هذه الزيارة متاع زويل مش تعطي كما تقول شرارة وتعطينا انرجي، تعطينا طاقة باش احنا نفكروا باش نخدموا مع بعضنا مع المصريين مع الأخوة العرب باش نبدأوا في الطريق هذاك، والطريق هذا مش يكون طويل جدا، ماشي طويل طريق أشهر، مش يكون طريق سنوات، ونجم يكون طريق عقود باش نوصلوا للي نتمناوه، اللي نتمناوه نجموا نكونوا كما الدول المتقدمة أمريكا ألمانيا فرنسا. قد تحد صلاحيات رئيس ما من حرية مجتمع بأكمله، وقد تضعف الصلاحيات المحدودة لرئيس ما من ريادته، إلا أن الصلاحيات الثقافية لرئيس يدرك دور العلم في النهوض بأجيال تبقى كفيلة ببناء قيم التقدم والنهضة وحتى قيم الوحدة لثورة فكرية عربية واحدة. شرح أحكام وأهداف قانون المالية التكميلي لسنة 12 و2000 لكل من ولايات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين كانت محور الندوة العلمية لكاتب الدولة سليم بسبس والمدير العام بوزارة المالية بولاية سيدي بوزيد لتوضيح ما يفتحه قانون المالية التكميلي من أفاق أرحب للاستثمار والتشغيل بالمناطق الداخلية. صعوبتي في الحقيقة عديدة ومتعددة. أولا نحن في سيدي بوزيد القطاع الصناعي في حد ذاته هو نقص، يعني نشكو نقص احنا في القطاع الصناعي، وإذا وجد هذا القطاع فهو يعاني العديد من التعثرات، لعل أهم هذه التعثرات هي مشاكل لها علاقة بالبنية التحتية. يعني احنا في سيدي بوزيد عندنا مشاكل طرقات، ثم مشاكل النقل، ثم مشاكل حتى مشاكل الأداءات في حد ذاتها، يعني أصحاب المصانع يتشكاوا من الجباية وهذا أمر يستحق أن وزارة المالية تتوقف عنده. صعوبات عديدة يعاني منها الصناعيون في ولاية سيدي بوزيد الذين انتقد بعضهم قانون المالية التكميلي باعتباره لا يقدم امتيازات جبائية تشجعه على الانتصاب بالمناطق الداخلية للبلاد. من هنا ندعو وزارة التجارة في مساعدة هؤلاء الصناعيين، وإن شاء الله القطاع هذا يتجاوز العديد من الصعوبات، خاصة إذا كان أنجزنا الطريق السريعة اللي تربط سيدي بوزيد بالولايات المجاورة واللي ممكن تخفف علينا أعباء التنقل وتخرج الجهة من العزلة. وفي أخبارنا العالمية، في سوريا استأنفت القوات النظامية عملياتها العسكرية اليوم في شمال وشرق وجنوب البلاد، وذلك بعد محاولات اقتحام ليلية لمدينة الرستم والقصير المدينتين الواقعتين تحت سيطرة الجيش السوري الحر. 30 قتيلا حصيلة القصف والاشتباكات مع المعارضة المسلحة لهذا اليوم. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر من صراع طائفي في سوريا، مؤكدا أن الأوضاع تدهورت بشكل كبير وأن القتل والعنف اكتسب طابعا طائفيا. بان كي مون دعا جميع الأطراف للالتزام بخطة كوفي عنان. أكد حزب المؤتمر الشعبي الإسلامي المعارض أن السلطات اعتقلت رئيس مكتبه السياسي
يأتي هذا الاعتقال غدا إعلان الرئيس عمر البشير أن دستور البلاد الجديد سيكون إسلاميا بكل المقاييس ليكون مثالا للدول المجاورة التي فيها الإسلاميون إلى السلطة بعد انتفاضة شعبية. هذا وشهد السودان حركة احتجاج ضد نظام البشير منذ نحو 3 أسابيع وخاصة في الجامعات. أقر مؤتمر مانحي أفغانستان في طوكيو مساعدات بقيمة 16 مليار دولار بحلول العام 15 و2000 والاستمرار في دعم كابول ماليا. المؤتمر حضره أكثر من 80 دولة. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أكدت أن إدارة أوباما تسعى لتمرير قرار في الكونغرس للإبقاء على دعمها لأفغانستان حتى العام 17 و2000، لكنها حثت الإدارة الأفغانية على محاربة الفساد واعتماد مشاريع إصلاحية. في روسيا ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت جنوب غرب البلاد إلى 144 قتلا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقوم بزيارة تفقد إلى المنطقة أمر بإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت السلطات المحلية قد أعطت السكان تحذيرات كافية من أجل تجنب الكارثة. نهاية هذا العرض الإخباري، وهذا تذكير بالعناوين. ندوة حقوقية بالعاصمة تبحث سبل وآليات استقلال السلطة القضائية والمحاماة. العالم المصري أحمد زويل يحاضر بقصر قرطاج ويدعو لإطلاق ثورة فكرية وعلمية. القوات النظامية السورية تستأنف عملياتها العسكرية وحصيلة اليوم 30 قتلا. تواصل عملية فرز الأصوات في انتخابات المجلس الوطني الليبي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.